وسيأتي وعد الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى، وسندخل المسجد كما دخلناه أول مرة للرب نشيدا جديدا، تسبيحة جديدة من أقاصي الأرض، من جزر البحر، عن مدينة الرب الجديدة. وهل ينطبق على مدن أو دولة القتل التي صنعوها من بعيد؟ وتحمل بناتك على الأيدي، تحمل هتقيموا وكانهم الكبير، هتقيموا صهيون ولا هتقيموا أورشليم؟ طبعا صهيون غير أورشليم. الفضائيات والطيارات دي هتجي لك منين؟ جمال. النبوءة تحققت، الجمال التي تحمل البضائع الى مدينة سالة، ده جبل اصبح الان في قلب المدينة النبوية، في خالد بن الوليد سيف الله المسلول، سنجد له ذكرا. وحي من جهة دومة، دومة الجندل شمال الجزيرة العربية، صارخ صارخ من سعير أيضا في شمال غرب الجزيرة العربية: يا حارس ما من الليل، يا حارس ما من الليل. قال الحارس: أتى الصباح وأيضا الليل، في إيه؟ إيه الموضوع؟ أنت بتزعج ليه؟ يا المركبات من أزواج فرسان وجمال وحمير تأتي سريعة، سقطت بابل وكل تماثيل بابل وآلهتها كسرت. هذا هو فتح العراق في نبوءة إشعياء. ثم يستطرد ويقول: وحي من بلاد العرب، في الوعر في بلاد العرب، تبيتين يا قوافل الددنيين، ددن دي منطقة شمال المدينة، هاتوا ماء لملاقاة العطشان. ليه؟ يا سكان أرض تيماء، برضو في شمال المدينة النبوية، وافوا الهارد بخبزه، فإنهم من أمام السيوف هربوا، من أمام السيف المسلول والقوس المشدود. هربوا واكلوا فلول هؤلاء الفرس المنهزمين امام السيف المسلول، امام الجمال العربيه التي انتصرت عليهم ونشرت الاسلام هناك. هذه هي نبوءات اشعياء اذا كانوا يريدون الحق. طبعا في هناك كانوا نبوءات في اشعياء بمجيء المسيح عليه السلام، ولكن المسيح عندما أتى ماذا قال لبني إسرائيل؟ شوف يقول في إنجيل متى 21 على 43: لذلك أقول لكم يا بني إسرائيل إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أسماره. ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أسماره. طيب في بشارات تانية، في بشارات بالرسول صلى الله عليه وسلم في سفر أشعياء هذا. لما تروح لسفر أشعياء 42 على 1 هتلاقي البشارة بالرسول. طب البشارة هنختار؟ لا، ده علماء مقارنة الأديان تكلموا في هذه المواضيع التي أحدثكم فيها، فهي ليست عند نفسي. ومسلمي أهل الكتاب تحدثوا فيها، مثل كعب الأحبار ووهب ابن منبه في القديم، وفسروها أنها على محمد، ولكن تم تبديل وتأخير وتقديم فيها وإزالة بعض الأشياء وإضافة بعض. ها عبد الذي أسانده أعضده مختاري، المختار صلى الله عليه وسلم: رضيت به نفسي، جعلت روحي عليه، يقضي للأمم، لا يصرخ ولا يرفع صوته في الأسواق أو في الطرقات، قصبة مردودة لا يكسر، وفتيلة خامدة لا يطفئ، يقضي بالحق، لا يلوي ولا ينكسر، حتى يقيم العدل في الأرض، عهد نور للأمم، لفتح عيون عمي، وإخراج الأسرى من السجون، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، انشدوا للرب نشيدا جديدا، تسبيحة جديدة، من أقاصي الأرض، من جزر البحر، لترفع القفار والمدن صوتها، والديار التي يسكنها بنو قيدار، ليرنم سكان سالع، وليهتفوا من رؤوس الجبال، وليعطوا للرب مجدا. عندما نأتي لتفسير هذه البشارات نجد أن وهب ابن منبه في القرن الأول الهجري تحدث عن هذه، وهو من كبار التابعين، فقال:
وفسر قصبة مردودة لا يكسر، أي أن الرسول عليه السكينة إذا مشي على الغاب أو القصب المكسر لا تسمع لقدمه صوتا، وفتيلة خامدة يطفئ، وإذا مر من جنب سراج أو شمعة يعني مولعة لا يطفئ نورها من سكينته في مشيه، لا يصخب في الأسواق ليس بفظ ولا غليظ كما جاء في البخاري، ولا سخاب في الأسواق، يقيم الله به الملة العوجاء. ثم يستطرد وهب فيقول، وأنه يفتح عيون العمي ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن اسمه أحمد. ولكن عندما تأتي إلى اليوم فلن تجد طبعا اسم أحمد، فقد أزالوا ما استطاعوا من النبوات. سنأتي فنقول يعني كيف هذا؟ نقول انشدوا للرب نشيدا جديدا لترفع القفار والمدن والديار التي يسكنها بنو قدار. من هم بنو قدار؟ قدار ابن سيدنا اسماعيل، اهل مكة العرب، ليرفعوا اصواتهم بالتكبير، لبيك اللهم لبيك. سلا دي فين؟ سلا ده جبل أصبح الآن في قلب المدينة النبوية. فين؟ عند ثانية الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذه هي نبوءات إشعياء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم للفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم ليقيموا مكانهم الكبير وينفذوا وعدهم الذي يزعمون، فإن الوعد لنا وليس لهم. طيب إيه تاني تحدث عنه؟ تحدث عنه رئيس الكيان في خطبته أنه قال أنه ينفذ نبوة إشعياء بقيام صهيون الجديدة، مدينة الرب، من وسط الظلام، كل الشعوب المحيطة به وشعوب ظلامية، هو هيعمل مدينة حضارية، دولة حضارية كما يدعي. ثم يأتي إلى الإصحاح 60 لهذه النبوءة، ولكن علماء الأديان وقراء الأديان قالوا إن هذه النبوءة تنطبق على مكة، فهي مدينة الرب الجديدة، ولكنهم حشروا اسم إسرائيل وصهيون في وسطها يطبقوا. فأين مدينة صهيون التي قامت منذ 2500 عام وهم في شتات؟ أين هذه المدينة؟ هتقيموا صهيون ولا هتقيموا اورشليم؟ طبعا صهيون غير اورشليم، ما هم بيقولوا صهيون ده جبل في غرب القدس، وهيقيموا كان في مدينه وهيقيموا عليه مدينه جديده هيكون فيها السلام والعدل، وتركع الملوك والامم على ابوابها. تعالوا لنرى نبوءه اشعياء في الاصحاح 60 عن مدينه الرب الجديده، وهل ينطبق على مدن او دوله القتل التي صنعوها أم على مكة المكرمة؟ سنرى. بيقول قومي واستنيري لأنه قد جاء نورك، ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم جاءوا إلي، يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي، تحمل النساء في الحج على الحمالات التي كنتم تروها في السابق، وعلى كراسي متحركة وعلى هوادج الجمال. هذه هي النبوءة، يجتمع الناس كلهم من بعيد إلى الحج. طيب حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر والبر. ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ويتخطف الناس من حولهم؟ هذه هي مكة التي سيأتيها الثمار، تغطي كثرة الجمال، تغطيك كثرة الجمال. النهارده لما هتقيم صهيون في وسط الفضائيات والطيارات دي هتجيلك منين جمال؟ النبوءة تحققت،
الجمال التي تحمل البضائع إلى مكة وتحمل الحجاج أيضا. هذا ما ذكره أشعياء. بكران ومديان وعيفة كلها تأتي بالذهب والفضة واللبان، واقرأوا ما تشاءون في هذه. ثم ننتقل، بيقول إيه؟ كل غنم قيدار تجتمع إليك. غنم قيدار، قيدار أبو العرب، أبو إسماعيل، ابن إسماعيل، أبو جد محمد صلى الله عليه وسلم، تجتمع أغنامه. ليه هتجتمع الأغنام دي؟ كباش ونبيوت، نبيوت الابن الأول لسيدنا إسماعيل. الكباش ده هتيجي إيه؟ تخدمك، تخدم مكة، تخدمها يعني إيه؟ في خدمتها. ماشي؟ تصعد مقبولة في مذبحي في منى. هناك هيروحوا علشان تقديم الهدي والأضاحي في الحج يوم الحج الأكبر. هؤلاء الطائرون كالسحاب، بيض كالحمام، إلى بيوتها. الحجاج ما تشوفهم يوم عرفات وهم ينفرون إلى مزدلفة، فإنهم كالسحاب الأبيض كالحمام الطائر. هذه هي نبوءة إشعياء. بنو الغريب يبنون أسوار، كل الناس من كل الدول، مش انتوا اللي هتبنوا، هيساهموا في بناء هذا المسجد الحرام، وملوكهم يخدمونك من هناك، من أيام صلاح الدين، وحتى من أيام ملوك السلاجقة، وهم يلقبون نفسهم بخادم الحرمين الشريفين، وإلى اليوم حكام السعودية يلقبون نفسهم بخدام الحرمين الشريفين. الملوك يخدموك، وحتى الملوك الذين ليسوا من داخل الجزيرة العربية، تفتح أبوابك دائما نهارا وليلا، عوضا عن النحاس يأتيك الذهب والفضة والحديد بدل الحجارة. هيبقى شبابيك وأبواب غام من الذهب والفضة والنحاس والحديد، وليس من الحجارة كما سبق. وهذا هو حال المسجد الحرام الآن، لا تغيب شمسك ولا قمرك، مضيئة ليلا نهارا بنور الله سبحانه وتعالى. هذه هي مدينة الرب الجديدة. وإن كانوا قد حشروا في النص كلمة صهيون وإسرائيل ليطبقوها، ولكن أين هي المدينة التي سيغطيها الحجاج وسيجمع إليها غنم أو أغنام العرب وكباشها لتذبح فيها؟ إنها مكة المكرمة. وهذا يحدث منذ البعثة النبوية وإلى الآن. فعقلوا وتعقلوا يا أولي الألباب، إن نبوءات إشعياء الصحيحة، لأن في حاجات محشورة في الصفر قد تحققت علينا نحن المسلمين. فعم الإسلام مصر والشام والعراق، وتوحدوا على عبادة رب واحد سبحانه وتعالى. وأشرقت الشمس وأشرق نور الله سبحانه وتعالى على مكة المكرمة، فأصبحت مدينة الرب الجديدة التي يفد إليها ويخدمها ملوك المسلمين على مستوى العالم، وتحمل بناتها الحاجات على الأيدي على الأكتاف ليحجوا هناك في مكة المكرمة، يفيضون من عرفات فيكونون من بياض ثيابهم كالسحاب كالحمام الطائر إلى المشعر الحرام في مزدلفة، ثم يذهبون إلى منى فيذبحون أغنام بنو قيدار وبنو نبيوت. أبشروا فليس هناك خراب، ولكن تمسكوا بدينكم أيها المسلمون تفلحوا، وسيأتي وعد الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى، وسندخل المسجد كما دخلناه أول مرة. وإلى أن ألقاكم تقبلوا تحياتي، محمد عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.